الهاتف بدون كروت. ادي مره تانيه شمامه بيوسع وبيسدد، كره بترتد، وادي المتابعه، جول 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 جول. محمد حسن ميدو، محمد حسن ميدو يصطاد الكره اللي بترتد من القائم الايمن وبيضع الهدف الافتتاحي في الدقيقه 50. البدايه كانت مبشره، وزي ما بنقول الجواب بيبان من عنوانه. لسه ما كملتش جملتي، بقول لحضراتكم الشرطه بتبحث عن القبض على الثلاث نقاط، وادي محمد حسن ميدو في تاني مشاركاته بيضع الهدف التاني ليه. ادي التسديده القويه بترتد من القائم علشان تلاقي الفولو.